جبت التليفون بسرعة عشان نصور هذا الحدث. يلا يلا ايش يلا 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 ايش صور هذا الحدث، نفس اللي حصل في الكنيسة بتاعت فرنسا نوتردام، نفس الفكرة. الجامعة هنا ندونا الحق، فشفت المشهد قلت اجيب بقى صورها. يعني خلينا نشوف، شوفوا الشمس نازلة من فوق على الفانيلاكوز على الإزاز، عملت انعكاس، حرقت الجزء اللي هنا وفي دخان. انت كان في منديل هنا شلتوه؟ لا لا خلص المنديل. امال ايه الدخانه دي اللي كانت طالعه من المنديل ولا من الجلد؟ الفوم الفوم عم يشتغل. الفوم شفت حرق، شوف السواد ده. شوف دخان. دي نفس الفكره اللي حصلت في الحرق الكنيسه، بس سبوز لي حصل من ازازه ميه. لا باشمهندس هلا، هذا مفترض هون ما في شيء، ولو حصل لا قدر في حاجه كده ولا كده هي دي ميه. انت عارف ان ده مفتوحه فوق، في ورق بيطير ساعه اللي يكون في هواء ورياح، ممكن ينزل مع المطره بعدين ينشف تيجي كده. يعني الردي دي مفتوحه من فوق، وممكن يسقف نفسه يبقى فيه ورق يطير ويركز فوق. You are closing this book? Yeah, within one hour. But before closing you مشكلة. دي قطعة قماشة يعني؟ دي زي قماشة؟ We don't know where we'll put this scaffolding, where we'll put this silicone, how much to do. حط القماشة دي. طبعا شوف مركزة ضوء الشمس من الإزاز عمل تحجيم للإضاءة ويعمل درجة حرارة عالية تقوم تحرقها. خلينا نشوف بعد شوية.